مقطع فيديو لنجمه سناب شات والفاشينيستا الكويتيه بيبي بوشهري يتصدر ترند الكويت وانباء بالقبض عليها اهتزت وسائل السوشيال ميديا خلال الساعات القليله الماضيه تزامنا مع انتشار فيديو لمشهوره معروفه علي شتى منصات التواصل الاجتماعي بيبي بوشهري حيث ظهرت في فيديو غير اخلاقي وراح المئات يبحثون عن حقيقه المقطع المنتشر وتعودت المشهوره بيبي بوشهري علي اثاره الجدل من خلال حسابها الشخصي علي شبكه التواصل الاجتماعي حيث تنشر دائما الفيديوهات التي يعتبرها البعض المثيره بالاهتمام وتصدرت بيبي بوشهري مؤشر البحث في جوجل بعد ساعات قليله من تسريب الفيديو ونشره علي اليوتيوب وأن بيبي كانت وراء نشر هذا الفيديو في البدايه من خلال السناب ولكن حتى الآن لم يتضح الأمر كاملا فيما أشار تقرير صحفي أن السلطات الكويتيه ألقت القبض عليها ومن المقرر أن يتم التحقيق معها وصديقها الذي ظهر برفقتها في هذا الفيديو تحياتي للكعب تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مقطع فيديو لنجمة